سيداتي سادتي، تمثل الحبوب شعبة استراتيجية بالنظر إلى وزنها في الاقتصاد الوطني وأهميتها في تغذية الإنسان والحيوان معا. ومن هذا المنطلق نلاحظ على الصعيد الاقتصادي بأن قيمة إنتاج الحبوب لسنة 2018 قدرت ب 220 مليار و 257 مليون دينار جزائري، حيث يمثل إنتاج القمح الصلب منها 141 مليار و 776 مليون دينار جزائري. وتمثل قيمة الإنتاج وتمثل هذه القيمة، قيمة إنتاج شعبة الحبوب لسنة 2018، ما يقارب 7.5% من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي للوطن، ويصل اليوم الاستهلاك الوطني إلى حوالي 251 كيلوغرام للفرد سنويا. وسجلت قيمة إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 135 مليار في سنة 2017 إلى 220 مليار دينار دائما في هذه السنة، أي ما يعادل نسبة ارتفاع تقدر ب 63% بالنسبة للموسم الحالي. بمعنى آخر أن قيمة الإنتاج لهذه السنة تفوق ب 63% من الإنتاج لسنة 2017. في 2017 كانت القيمة 135 مليار دينار، وفي هذه السنة تم إنتاج ما يساوي 220 مليار دينار. وتخص شعبة الحبوب تقريبا نصف المستثمرات الفلاحية الوطنية بمساحة تقدر ب 3 ملايين ونص هكتار، توفر 600,000 منصب شغل يضاف إلى عدد المؤسسات، ويضاف إلى مناصب الشغل للمؤسسات الأخرى الناشطة في قطاع التحويل الحبوب وفي مجال التحويلات الأولية في المطاحن الحبوب والدقيق، وكذا في ميدان التحويلات الثانوية في مصانع الحلويات والعجائن الغذائية.